وبعدين لازم يشوفوا لنا حكايه في حكايه المحترفين دول اللي بيجوا يتفسحوا ويرجعوا. ايه يعني؟ طب هنا احنا بنقول ان الكوره مش منتظمه، الكوره مش عارف ايه. اما يجي لي لعيب محترف بقى يجي يديني، ما يجيش. مفيش الجديه. لازم يضيف الي، يا ما يجيش. يجي يعمل ايه؟ اللي هنا اوفر. وكل بطولاتنا جبناها من المحليين قبل كده. اللي هيجي بقى خايف على نفسه او بيفكر في الريتيرن بتاعه، احسن له ما يجيش يعفينا. يدي فرصه لحد يطلع على حسابه. انت بتتكلم على منتخب مصر، مش نادي مقيد ب 25 لاعب. لو تعور له لاعب او 30 لاعب، لا التاني الاختيارات مفتوحه. واللعيبه على فكره متقاربه، اللي هياخد العنايه والرعايه وهياخد الخبره هيعدي. وفي لعيبه بره موجوده ممكن تفيدك، وفي لعيبه في المنتخب ممكن تفيدك. انما هنفضل بقى في الديلمة دي، لا يليق بالكره المصريه ان يحدث فيها ما يحدث الان.